من الكلمات اللي بنستخدمها دايما يا جماعة كلمة باي وباي. باي الأولى حرف جر طبعا بمعنى بواسطة، ويأتي دايما مع وسائل المواصلات، لكن باي التانية اللي هي فعل بمعنى يشتري purchase، وعندي باي بوت بوت تصريفاته بوت اللي هي بي او يو جي اتش تي. يبقى نخلي بالنا واحنا بنكتب اللي فيها اليو اللي هي يشتري، لكن اللي من غير يو باي حرف جر. See you soon and goodbye.